مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل سلسلة بشرح محاضرات النيرفس سيستم. وصلنا الى سيشن 2 لكتشر 2، راح يسولف عن الانفايرمنت اوف ذا برين، اوكي، او البيئة مالت الدماغ، اوكي. راح نجي نتطرق لها، اوكي، حتى نفتهمها بكل تفاصيلها. بالبداية لازم نعرف البرين منين دا يجي كبلد سبلاي، كدم، اوكي، منين، يعني منين دا يوصله. اول شيء او اول نقطه لازم نعرفها انه الدماغ يحتاج اكسجين هوايه، اوكي، يعني يريد اكسجين، تمام. فراح ياخذ دم من منطقتين، اوكي، او من شغلتين، اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري او انترنال كاروتيد سيستم، اوكي. وبعد راح ياخذ الدم منين؟ من الفيرتبرو بيزلر سيستم، اللي هنا اصلا الفيرتبريا الارتري، وما راح يطبل الدماغ، راح يتحدني كون اللي البيزلر، اوكي، سيستم. زين، فيب، هذا هو الملخص مال اول سلايد، انه الدماغ يحتاج اكسجين هواية، فراح يحصل على دم من منطقتين، اللي هو الانترنال كاروتيد، اوكي، سيستم، وعندي الفيرتبريو بيزلر سيستم، اوكي. يعني اذا سألت سؤال انه البرين منين دا يجيب الاكسجين، ما تقل من منطقتين، اللي هن الانترنال كاروتيد سيستم والفيرتبرو بيزلر سيستم. زين، يقول نكمل يعني بالبلد سبلاي مالت الدماغ. يقول شنو؟ يقول هذه الانترنال كاروتيد ارتري منين راح تدخل للدماغ؟ يعني خوما هيك قبل الطب؟ لا، راح تطب من باب اللي يسموها كاروتيد كانال، اوكي. زين، فمن راح تطب من خلال الكاروتيد كانال، راح تعطيني انتيرير سيربرال ارتري، اوكي، وميدل سيربرال ارتري. زين، الانتيرير ايش راح يغذي لي؟ الميديان سيرفكس، تمام، مالت من مالت الفرونتال، بينما السيربرال ايش راح يغذي لي؟ اللاترال سيرفيس. فهسه شنو؟ هسه نرجع نسوي في الترتيب للمعلومات. الدماغ ياخذ اكسجين هوايه، منين دا ياخذ دم؟ دا ياخذ من الانترنال كاروتيد ارتري. اجى الانترنال كاروتيد ارتري منين راح يطب؟ من خلال الكاروتيد كانال. من راح يطب؟ من خلال الكاروتيد كانال، راح يعطيني اثنين، اللي هن السيربرال ارتري الانتيرير والسيربرال ارتري البوستيرير. الانتيرير ايش راح يغذي لي؟ الميديان، خوش، والبوستيرير ايش راح يغذي لي؟ اللاترال، اوكي. زين، هذا هو الانترنال كاروتيد ارتري، دا يطب من خلال الكاروتيد كانال، وقلنا شنو اللي راح يسوي. زين، يقول ال شو اسمه، نكمل بال يعني بالبرين بلاد سبلاي. يقول الفورومين ماجنم راح يطب من عندها منو؟ الفيرتبريال ارتري، اوكي، اللي هو الارتري مالت من مالت ال شو اسمه، مالت من مالت الفقرات. منطاب راح يتحدن هن اثنين، فراح يتحدن سوا، فراح يطن لي شيء يسمونه شنو؟ بيزلر ارتري، اوكي، اللي ايش راح يغذي لي؟ راح يغذي لي السيربيلم والبرين ستيم، اوكي، واجزاء ثانيه منين؟ من الدماغ. فهسه شنو؟ نرتب الافكار ونرتب المعلومات. أنا شنو عدي؟ من اللي راح يغذي الدماغ؟ راح يغذي الانترنال كاروتيد ارتري والفيرتبريال ارتري. طب الانترنال كاروتيد ارتري من خلال كانال، راح يعطيني انتيرير، وراح يعطيني شنو؟ او راح يعطيني انتيرير، وراح يعطيني بوستيرير سيربرال. الانتيرير راح يغذي الميديان، والبوستيرير راح يغذي اللاترال. نجي المن للفيرتبري، طب من خلال شنو؟ ماجنم، فورامين ماجنم اللي اخذناها بالهيد اند نيك. منضب من خلال الفورامين ماجنم، راح يتحد سوا، فراح يعطيني البيزلر ارتري، والبيزلر ارتري راح يغذي لي السيربيلم والبرين ستيم واجزاء ثانيه من الدماغ، اوكي. هسه هنا شنو افتهمنا؟ هذه التفصيله. نجي للبعد، شو يقول؟ يقول عندي فشي يسمونه سيركل اوف ويلز، اوكي. هذه هي سيركل اوف ويلز، هذه بالضبط، هذه هي سيركل اوف ويلز. زين، يقول هاي السيركل اوف ويلز منين جايتني؟ جايتني من ارتباطات او من كوميونيكيشنز، اوكي، بين السيربرال ارتري. هذا هو عندي الانتيرير سيربرال ارتري والبوستيرير
وعن الميديا اوكي ذني كلهن راح يرتبطن. من راح يرتبطن؟ ايش راح يطني؟ راح يطني هاي السيركل اوكي. فهذه هي الفكره مالتها. زين يقول بعد شنو يقول بهاي السيركل راح يصير عندي انستموسيزات هواي، وهاي الانستموسيزات مهمه جدا، لانه اذا صار عندي اي بلوكج هي راح تعوض عليه اوكي، او اي بلوك اي انسداد شو يعني هي راح تعوض عليه اوكي. زين زين نجي نكمل البعدها. هسه عرفنا السيركل اوف فولز راح يكون لنا راح يكون لي راح يتكون من خلال السيربرال اللي هي البوستيرير عندي، والسوبيريور والانتيريور والميديال، ذني كل راح يكون لنا. هسه عرفنا كارتري، هسه عرفنا الارتري اللي راح تهدي للدماغ. نجي نمن للفين او الفينوس درينج او التصريف الوريدي. زين الفينوس درينج بالنسبه للدماغ يسمونه شنو؟ يسمونه بالديورال ساينس او سيربرال ساينس او الكرانيال ساينس، كيفكم شنو تردون يسموه سموه، بس هو هذا اسمه. زين كموقع له وين؟ راح يكون ما بين الاندو ستيل والمينينجيال لاير مالت الدماغ اللي هنا اخذناها بالسيشن الاول، الديورال ميتر والاركينويد والبايا ميتر. فالفكرة مالته انه هو شنو اسمه؟ اسمه سيربرال ساينس او اسماء الثانية، وين موقعها؟ بين الاندوستيل اللي هي الطبقة الاخيرة اللي راح تغطي للدماغ والمنينجيال لاير اوكي. الفكرة مالته انه هو راح يستقبل السي اس اف اوكي، ومن راح يستقبل السي اس اف راح ياخذه وراح يصبه بالساينس اللي من ضمنها منو عندي؟ عندي سوبرير ساجيتال ساينس اوكي، ووراها بعدين وين راح يتفرغ؟ بالانترنال جاجولار فين اوكي. زين بعد يقول بعد شنو بالله يقول انه هذه اكو عندي فشي يسمونه سب اركينويد سبيس. هاي سب اركينويد سبيس موجوده وين؟ بالمينينجيال لاير اوكي. اي رابتشر بيها من الممكن انه يؤدي الى هيد تروما. هسه راح ناخذ التروما ونعرفها، ماكو داعي تشغلون بالكم بيها من هسه. فهسه السؤال اللي ممكن انه يسأل على هذا السلايد انه شنو الفينوس درينج او شنو يسمونه؟ يسمونه اما سيربرال ساينس او يسمونه ديورال ساينس او يسمونه كرانيال ساينس. زين ليش يسمونه ديورال ساينس؟ لان يكون ما بين الاندوستيل والمنينجيال لاير اللي هنا الديورال لاير اوكي. ليش يسمونه سيربرال ساينس؟ لان يحيط بالسيربلم اوكي. ليش يسمونه كرانيال ساينس؟ لان يكون وين؟ بالكرانيال مالت الدماغ. راح يستقبل سي اس اف، وهذا ورا ما راح يستقبله راح يصبه بساينس اللي هنا اما تكون سوبيريور ساجيتال ساينس وساينسات ثانيه هسه راح ناخذها اوكي. وبعدين راح يصير الابزوربشن للسيركيليشن، وبالتالي وين راح يصب؟ الانترنال جاجولار فين. زين شنو الساينس انواعها او شنو الانواع مالت الساينس؟ اول نوع عندي شنو يسمونه بالساجيتال ساينس اوكي. زين هذا الساجيتال ساينس راح ينقسم الى سوبيريور وانفيريور. زين السوبيريور وين يكون موقعه؟ بالقاعدة مالت الفالكس، واحنا عرفنا بداك السيشن شنو المقصود بالفالكس اوكي. بين منو منو؟ بين الفورامين سيكم وما بين الانترنال اوكسيبيتال بروتيوبيريانس اوكي. ماكو داعي، احنا ممكن انه بس عن طريق احنا الصورة تمام نعرف هذا هو السوبيريور ساجيتال ساينس. زين وين الانفيريور؟ هذا هو الانفيريور ساجيتال ساينس، شوفوا هذا هو المكان مالته اوكي. زين عندي الاسترايت ساينس اوكي، يكون هيك بالميد لاين اوكي، يعني هيك بالنص يصير، هذا هو الاسترايت ساينس هيك بالميد لاين. زين نجي للسفينو بارايتال ساينس، هذا بالسفينويد من اسمه سفينو بارايتال، يعني ما بين السفينويد والبارايتال، فهذا هو المكان مالته بالضبط. هذه بالها. زين نجي نكمل وراها منو عندي؟ عند الكافيرناس ساينس. الكافيرناس ساينس اللي هي هذه، يقول انه شلون نقول الموقع مالتها وين؟ نقول تقريبا بالسفينويد بون مالت السكلز، هذه هي الكافيرناس ساينس اوكي. زين بعد شنو عندي؟ عندي البتروزال ساينس اللي هي السوبيريور والانفيريور بتروزال ساينس. زين هنشوف لنا صوره لها، هذه هي
هذه superior petrosal sinus وهذه هي inferior petrosal sinus. أوكي نقول superior petrosal sinus تكون على طول البترس بارت اللي هو هذا البتران مالت الدماغ أو مالت التمبورال بون. أوكي فهذه هي الموقع مالتها لذلك يسمونها petrosal sinus، بينما الinferior تكون لي جوا. أوكي بالضبط وين السيجمويدال تقريبا ورا الأذن هنا يكون الموقع مالتها الأوكسيبيتال ساينس هذه بالأوكسيبيتال بون. أوكي زين الترانسفيرس ساينس اللي هي هيك تكون تكون هيك يعني ترانسفيرس بالعرب مثل ما واحد يقول. السيجمويد ساينس اللي السيجمويد ساينس يكون بالبوستيريور كرانيال فوسة. شوف هذا السيجمويد ساينس هذا بالبوستيريور كرانيال فوسة. أوكي وبس يعني هذه هي أكثر الشغلات اللي مهمة واللي لازم واحد يميز بيها. أوكي زين نجي نكمل، هذه هي صور إعادة للحشي اللي حكينا. راح نجي نسولف عن من عن المننجيال أو المننجيز. أول شيء هذا الحشي حكينا بذاك السيشن بس راح نجي نعيده. فكرة المننجيز إنه هو متكون من ثلاث طبقات. أوكي تمام وهذه الثلاث طبقات راح تحيط منه، راح تحيط البراين وراح تحيط السباينر كورد. أوكي شنو هاي الطبقات؟ يسمونها ديوراميتر والأركينويد ميتر والبايوميتر. أوكي الميتر يسموهم. فالفكرة مالته إنه هو متكون من ثلاث طبقات، يحيط الدماغ ويحيط السباينر كورد وهذين الطبقات الثلاثة. نجي إلهن طبقة طبقة. أول طبقة يسمونها بالديوراميتر. اوكي هذه الديورال ميتر هي اول طبقه فتكون سميكه. اوكي وبنفس الوقت شلون نقول انه تعتبر شلون نقول الترتيب مالتها مثل السمحاق مثل البري اوستيال لاير تمام، ويعني فهي تكون من الخارج بري اوستيال لاير ومن الداخل مننجيال لاير. فهذا هي الفكره، يعني احنا مجرد لازم نعرف انه هي طبقه سميكه. هذا اكثر شيء ممكن انه يجي، بس هاي يعني ممكن انه تجي ام سي كيوات فيعني تطلع عليها لابد. فالفكره انه هو طبقه سميكه شكلها يشبه السمحاق. اوكي وجواها اكو بقيه المننجيال لير. زين نجي الى البيري اوستيال لير. اوكي اللي هي هاي مالت السمحاق اللي توج حسيتي عليها. يقول هاي الطبقه اللي هي البيري اوستيال لير. اوكي شلون نقول انه ترتبط بعظام الجمجمه. اوكي وترتبط وين؟ بالعمود الفقري. كوظيفه لها تحمي الدماغ، تحمي السباينال كورد. اوكي عن طريق شنو؟ تثبت يعني تلزم الدماغ وتثبتها بالعظام فيبقى ثابت. اوكي فهذه هي البيري اوستيال، هي عباره عن لاير. هذه اللاير تتصل بالعظم، نتيجه اتصالها بالعظم تسوي حماية المن للسباينال كورد وللبراين. اوكي اوكي زين بعد يقول شنو الاكستنجن اوف ذا مننجيال لاير. المننجيال لاير منين راح تمتد؟ هسه احنا اول شيء اخذنا ديورام ميتر وعرفناها، وعرفنا انه هي تشبه البيري اوستيوم، وعرفنا البيري اوستيوم ومميزاته. زين هي منين راح تمتد؟ راح تمتد من الفلاكس. اوكي اللي يفصل يعني هذا النار راح تمتد، وين راح توصل؟ هذه للتنتوريوم سيربيلي. اوكي زين هسه عرفنا المننجيال لاير وعرفنا وظيفتها ومنين تمتد، وعرفنا الديورام ميتر وعرفنا الفيري اوستيوم. نجي نكمل زين بعد شنو بالله هذه تونا خلناها الفينوس ساينس. نجي الى شو اسمه الى الاركينويد ميتر، اخذنا الديورال ميتر وصلنا المن الى الاركينويد ميتر. اوكي الاركينويد ميتر تكون ثين، يعني هسه الديورال ميتر تكون ثيك، الاركينويد ميتر شو تكون؟ تكون ثين مقارنه يعني بالطبقه اللي هي فوقها. زين يقول بهذه الاركينويد ميتر عندي شنو؟ عندي فدي سبيس. اوكي هذا السبيس راح يكون يعني بين المنجيال ديورال وتمام وبين الطبقة اللي جواها اللي هي البايا ديورال، فيسمونه سب أركينويد سبيس وراح يحتوي على سي اس اف. اوكي دخلنا لا ما دخلنا هسه نعيدها. اخذنا من انساع طبقة يسموها ديورال ميتر وعرفناها ثيك
وعرفناها تشبه البيري أوستيوم. أوكي أخذنا طبقة ثانية جواها شي يسموها يسمونها أركينويد. هذه الأركينويد تكون ثين أوكي وتنفصل عن الطبقة الثانية اللي هي جواها عن طريق سب أركينويد. أوكي يب هسني هنا توضحت. نيجي إلى آخر طبقة اللي هي البايوميتر. أوكي نسولف حماتين عليها. البايوميتر هي آخر طبقة أوكي زين وهاي البايوميتر راح تتفق وين بالدماغ أوكي زين. وش راح تشكل لي؟ راح تشكل لي فد ليجمنتات معينة يسمونها دينتليكيوليت ليجمنت أوكي أوكي زين. وهذه إيش راح تسوي لي؟ راح تثبت يعني شنو وظيفتها؟ تثبت الكورد داخل السبينال كانال أوكي. فمن راح تثبتها هذه هي الوظيفة مالتها. فشون نتذكرها حتى لا ننساها؟ أنا عندي كم طبقة؟ عندي 3 طبقات. الديورم ميتر أول طبقة وعرفناها ثك وعرفنا مميزاتها. الورها الأركينويد ميتر هماتين عرفناها وعرفنا مميزاتها. يفصل الأركينويد عن البايوميتر قلناها سب أركينويد. نجي للباراميتر تكون ثن وتتصق مباشرة وين؟ بالدماغ أوكي. وراح تحتوي على ليجمنتس. هذه الليجمنتس تربط الكورد اللي هو السباينال كورد بالكنال مالته حتى شنو؟ حتى ما يتحلحل زين. بعد راح ناخذ فد شلون نقول هيجي فد نظر عامه عن التيومر او مو تيومر عن التروما اللي ممكن انه تصير او عن الهيموريج وهذا الهيموريج وين راح يقعد بالضبط اوكي اوكي زين. نجي هنا وحده وحده. اول شيء الهيموريج او هو شنو الهيموريج؟ يعني دم متجمع اوكي اوكي. من الممكن هذا نصيح له اكسترا ديورال او epidural hematoma okay extra dural او epidural hematoma okay okay زين. وش ليش يسمونه extra dural او يسمونه epidural؟ ليش؟ لان راح يكون ما بين السكل okay اللي هي الجمجمه وما بين شنو؟ ما بين غشاء السمحاق okay. فالموقع مالته ما بين السكل وما بين غشاء السمحاق. فالهيمورج اذا صار هنا او اذا صار هنا ايش راح اذا صار بين السكل وما بين البري اوستيال لير ايش راح نسميه او ايش راح نكتبه بالورقه؟ نسميه اكسترا ديورال او ابيديورال هيماتوما زين. اكو نوع ثاني شي يسمونه سب ديورال. سب ديورال يعني شنو؟ يعني قبل الديورال. يعني شنو؟ ما بين المننجيال لير وما بين الديورال اوكي. الديورال هي مثل عندي مثل ما عندي مثل عندي الاركينويد ميتر اوكي اوكي زين. بعد شنو عندي النوع الورا من الهيماتوما يسمونها شنو؟ يسمونها سب اركينويد هيماتوما اوكي. هذه اللي وين تكون؟ تكون بالسبيس اللي هو السب اركينويد سبيس زين زين. اي ربتشر بالفازل راح تؤدي الها اوكي اوكي زين. هسه اخذنا ال يعني اخذنا ال انواع مالت من مالت الهيماتوما. اول نوع شنو عندي؟ اكسترا ديورال هيماتوما. بين منو من تكون؟ ما بين البري اوستيوم اوكي وما بين السكال. بعد ثاني نوع عندي شنو؟ هذا هو اكسترا ديورال هيماتوما. وعرفنا الثاني نوع اللي هو منو؟ اللي هو سب ديورال اللي هو يكون بين المننجيال لير وجماعتها تمام. سوبرا اركينويد هيماتوما عرفناها تمام اللي يكون بالسب اركينويد سبيس زين. نجي هسه راح ناخذ الفنتريكولار سيستم ونفتهمه ونفتهم شنو المقصود به. شنو يعني الفنتريكولار سيستم؟ يا عيني الدماغ ببطينات اوكي. هذا البطينات راح يشكل لي سيستم يسمونه فنتريكولار سيستم اللي هو مثل الكافيتي اوكي. بهذا الكافيتي اكو خلايا راح تفرز لي سي اس اف. شنو اسمها هاي الخلايا؟ اسمها ابندايمال سيل اوكي اوكي زين زين. وبعدها راح تفرز لي سي اس اف ضمن البلكسس شي يسمونه كورويد بلكسس اوكي. كم فينتريكل عندي؟ عندي 4. واحد شي يسمونه لاترال فينتريكل، واحد شي يسمونه ثيرد فينتريكل، واحد شي يسمونه الفورد فينتريكل اوكي زين. زين نجيهن واحد واحد. عندي اللاترال فينتريكل. اللاترال فينتريكل
هذا هو اوكي. هذا اللاترال فينتريكل. اللاترال فينتريكل تمام وين موجود؟ هو من اسمه لاترال فموجود بالهيمسفيرز. هذا هو الدماغ فهو دا يقول لك لاترال فهنا موجود هاي المنطقه يسهلها هيمسفيرز اوكي. مالت من مالت السيربرام زين. بعد ويكبر هذا اللاترال ويا من ويا العمر. ها هذا اكثر شيء نقدر نعرفه انه هو فد فنتريكل اوكي. وهذا الفنتريكل وين موجود؟ على الجانب بالهيمسفيرز. وهذا الفنتريكل يكبر او يزداد ويا من ويا العمر اوكي زين. نجي هذا هو اللاترال فنتريكل. نجي الى الثاني اللي هو الثيرد فنتريكل اللي هو هذا اللي بالنص السمائي. هذا الثيرد فنتريكل يكون وين؟ بالميد لاين اوكي اوكي. بين منو منو؟ يكون بين الهيمسفيرز تمام تمام. يعني بالضبط وين منو منو؟ بين الثلامس الرايت والليفت زين. يقول انه اللاترال فنتريكل راح ترتبط ويا الثيرد فنتريكل عن طريق شنو؟ عن طريق مونورا. فاذا سالني شنو المونورا اقول له هي فتفورة من تربط اللاترال بال شو اسمه تربط اللاترال بالثيرد. فهذا اللاترال هذا الثيرد راح يربط عن طريق شنو؟ عن طريق مونورا زين. الانتيرير سيرفيس مالت من؟ مالت هذا الثيرد فنتريكل باثنين ريسس اللي هي سوبرا اوبتيك ريسس وانفرا مو انفرا انفنديبولار ريسس. سوبرا اوبتيك ريسس يكون فوق الاوبتيك تشيازم. زين شنو الاوبتيك تشيازم؟ انا عندي اوبتيك نيرف من راح يطب هذا وراح يطب هذا راح يتحتني كون اللي اوبتيك تشيازم. ففوق انا عندي شنو؟ سوبرا اوبتيك ريسس. انفنديبولار ريسس وين؟ يكون فوق الاوبتيك ستالك اوكي. فيب هسه اخذنا اللاترال وعرفنا واخذنا الثيرد وعرفنا. عرفنا اللاترال يرتبط ويا الثيرد عن طريق مونورا وعرفنا بالانتيرير فنتريكل شنو راح نلقى. هسه نجي الى الفورث زين. هذا هو الفورث فنتريكل زين. هذا الفورث فنتريكل يقول انه هو راح يرتبط ويا الثيرد عن طريق شنو؟ عن طريق فشي يسمونه سيلفوس اوكي او يسمونه سيربرال اكويدكت اوكي اوكي زين. يقول بالضبط بالضبط الفورد فنتريكل راح يكون بين البونس والميدولا اوبلينجاتا اوكي اوكي. بعد شنو يقول؟ يقول انه بعد بالله شنو يقول انه شو اسمه ها يقول انه من الفورد فنتريكل او فروم فورد فنتريكل يعني من البطين الرابع وصل السي اس اف راح يتصرف اما الى مكان او الى مكان ثاني. اما راح يروح الى السنترال سبينال كانال او يروح الى السوبرا اركينويد سبيس اوكي. يعني هذه الوجهتين اله زين. شنو المقصود بالسوبرا سبينال كانال؟ عن طريق هي شلون نقول سنترال سبينال كانال هي الكانال اللي راح يفوت من عندها السبينال كورد زين. بينما السوبرا اركينويد سبيس بين الاركينويد ميتر اللي هي مالت المننجيز وبعد شنو عندي البايميتر اوكي. من خلال هاي الفورامن دخلنا لا ما دخلنا الفورد فنتريكل. الفكره مالته شنو؟ يرتبط ويا الثيرد عن طريق شنو؟ عن طريق هاي الدكت اوكي اوكي. بالضبط وين موقعه؟ بين البونس والميدولا اوبلينجاتا زين. وصلني هنا للسي اس اف وين راح يروح؟ اما للقناه مالت السباينال كورد او يروح الى هذا السبيس اللي هو سوبرا اركينويد سبيس زين. هسه راح ناخذ الانتاج والامتصاص مالت السي اس اف. الانتاج السي اس اف قلنا عن طريق سيل موجوده بالفنتريكل ضمن يا بلكسس يسمونها كورويد بلكسس اوكي اوكي زين. يقول انه شو اسمه النتج السي اس اف تمام زين. هذا انتاج السي اس اف. معدل انتاج السي اس اف لازم يكون بنفس معدل امتصاصه حتى لا يصير عندي فرد مشكله. اي مشكله تصير راح تسبب لي فد مشاكل بالدماغ مثل عندي متلازمة هاي اللي يكون بيها الراس كلش كبير والسي اس اف متجمع اوكي اوكي زين. بعد شنو بالله زين. يقول انه التصريف او الدرينج مالت السي اس اف عن طريق شنو؟ عن طريق الاركينويد جرانيوليشن اوكي. فيب يعني مجرد لازم نعرف انه السي اس اف منين ينتج ولازم اكو معدل انتاج السي اس اف ومعدل تفريغه حتى لا يصير عندي مشاكل
بالدم. اوكي زين، هسه نجي نكمل. هذه كلها هيك رسومات توضيحيه يعني اذا اريد ناكد المعلومه. اوكي السائل او سي اس اف قلنا منين راح ينتج؟ عن طريق فت كارو بلكسس، يسموها كورويد بلكسس. زين زين، يصير الى سيركوليشن عن طريق شنو او شلون راح يمشي؟ عن طريق السيستم اللي هو البطينات. اوكي يصير الى اعاده امتصاص عن طريق منو؟ عن طريق الاركينويد جرانيوليشن، فانتاجه عن طريق البلكسس اللي هو الكورويد بلكسس، امتصاصه عن طريق الاركينويد جرانيوليشنز. وعندي بعد شنو؟ شلون يتجول؟ راح يتجول عن طريق ال شو اسمه، يعني راح يتجول عن طريق شنو؟ عن طريق الاركينويد جرانيوليشن، او عفوا عن طريق الفنتريكل مالت الدماغ. زين زين زين، السي اس اف صارنا ساعدنا نسولف عليه. زين شنو الوظيفه مالته؟ اول شيء السي اس اف اوكي او سيربروسبينال فلويد كوظيفه مالته كتله للدماغ، اوكي ماس للبرين، اوكي بعد يحمي الدماغ، اوكي بعد يحافظ على الدماغ من الاسكيميا، بعد الوظيفه مالته هوميوستاسيس، بعد يخلص الدماغ من الويست برودكت. هذه هي الوظائف مالته، حيل حيل مهمات. زين يقول اكو مشاكل ممكن انه تؤدي الى زياده السي اس اف. هاي المشاكل من ممكن انه السي اس اف ينتج اكثر من الحد الطبيعي، او مشاكل بالامتصاص مالت السي اس اف. هذه المشاكل من الممكن انه تؤدي الى هيدروسيفالاس، انه تجمع السي اس اف وين؟ بالبرين. هسه نسولف عن السكال، والسكال احنا ماخذيها اصلا بالهيد اند نيك، فيب يعني مجرد مراجعه. زين يقول انه السكال هي فت هيكل، وهذا الهيكل موجود بالراس، وهذا الراس متكون من مجموعه اشياء، وهذه الاشياء راح تنظم فت فعاليات حيويه اللي هي مثل عندي الشم والسمع وغيرها. هذه هيك كهيك فت فكره عامه. هذه هي السكال، هذا هو اللاترال فيو لها. نشوف هذا الجزء يسمونه تمبورال، هذا الجزء يسمونه بارايتال، هذا الفرونتال، هذا السفينويد اللي هو على الجانب، الاثمويد اللي يكون ببطن العين، هذا النيزل، اللاكرمال، الزايغوماتيك. اوكي هذه هي الاجزاء اللي متكونه من عندها السكال من الجانب اللاترال. اوكي من الانتيرير فيو هم ماتي نفس الشيء، هذا الفرونتال، اوكي هذا النيزل، هذا البارايتال، هذا الانفرا اوربيتال فورامين. اوكي هذه الاجزاء كلها اخذناها وين؟ بالهيد اند نيك. زين من الانفيريور فيو هذه هي المجزلة اللي بالاخضر، هذا الزايغوماتيك اوكي اللي هو هذا الارش، هذا الايثمويد شوف شلون صغير ومرات اصلا حدا ما يبين، هذا الفومر مالت الخشم، هذا السفينويد، هذا التمبورال بارايتال وبقيه الاجزاء. زين بعد شنو نقول؟ نقول انه الوجه العظام مالته او البونز مالته رقيقة، اوكي فمن الممكن انه تتعرض المن الى الكسر. اوكي زين، هذا الكسور مرات تؤدي الى انه الفك العلوي ينفصل عن الفك السفلي، فمجرد انه نعرف انه لازم الفيشل بون تكون رقيقة فلازم نحافظ عليها، لان اي كسر ممكن انه يؤذي الوجه، خاصة عندي عظمة البترس. اوكي هذا اللي يصير يم التمبورال بون. زين بعد شنو اللي لازم ننتبه له؟ يقول شو اسمه، مرات هسه اني مثلا وقعت قمت راسي ما مكسور، بس ايش صار؟ صار عندي ارتجاج بالدماغ. هذا هو يعني الفكره من هذا السلايد. بعد الديورال او الديورا، يقول انه شلون نقول تكون بالبيز اوف ذا سكول وتلتصق بيها. اوكي تونا قلنا الديورال اللي هنا الطبقات مالت المنينجيز راح تربط الدماغ بالسكول حتى تحافظ على ثباتيته. اوكي زين، فاي مشكله او اي كسر من الممكن انه يؤدي الى شغلتين واحنا ماخذيهن قبل، اللي هي الراينوريا والاوتوريا. راينوريا هو سي اس اف ينزل من الخشم، اوتوريا سي اس اف ينزل من الاذن. اوكي زين بعد شنو بالله يقول الكسور احنا شلون راح نقدر نكتشفها؟ عن طريق الاكس راي والسي تي سكان. اوكي زين السي اس اف راينوريا اوكي
انه ال وقع شخص اوكي وانكسر، انكسر مثلا الفومر او اي اجزاء ثانية اوكي. فنتيجة للكسر راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي النزول مالت السي اس اف. زين هذا الكسر وين بالضبط؟ بالانتيريور كرانيال فوستا تحديدا. من الممكن، من الممكن انه يكون بالفرونتال ساينس اوكي، الساينس مالت الراس اوكي، او بالسيربري فورم بليت اوكي. اي كسر هنا بالانتيريور كرانيال فوستا راح يؤدي الى شنو؟ نزول السي اس اف. راح يؤدي الى شنو؟ راح يؤدي الى راينو ريا. زين يقول انه الارتيريال بليدنج اوكي من النويز ناتج عن شنو؟ ناتج عن شنو؟ انه صار عندي فد ربتشر بالانترنال كاروتيد ارتري. هذا الربتشر اللي صار بالانترنال كاروتيد ارتري راح يؤدي الى شنو؟ نزيف من الانف. زين شنو هذا؟ هو الراس اوكي. الكاروتيد راح يمر من منطقة السفينويد، معناتها صار اكو ربتشر بالسفينويد، ربتشر بهاي المنطقة، بالتالي راح يصير عندي نزيف من الانف اوكي. زيف زين الاوتورية من الاذن اوكي، سي اس اف من الاذن. هذا اكثر شيء، اكثر شيء بالكسر مع عظمة البيتراس يصير اوكي. زين بالميدل كرانيال فوستا اوكي، مرات شنو يصير بالميدل كرانيال فوستا؟ الكسور اللي تصير هنا راح يصير الى شنو؟ راح يؤذي الميدل مننجيال ارتري، واذا تاذى الميدل مننجيال ارتري راح يصير عندي هيماتوما، خاصه اكسترا ديورال، يعني ما بين السكول وما بين البري اوستيوم اوكي. فنتذكر انه بالميدل كرانيال فوستا راح يتاثر عندي الميدل مننجيال ارتري، اثنيناتهم ميدل. زين بعد بالله بعد شنو؟ شنو هنا يقول؟ يقول انه هو ال هسه انا عندي مو انتيريال وميديال وبوستيريال، هنا دا تمر اعصاب، فاي عصب يصيب اذى راح يؤدي الى فقدان الحاصل اللي يغذيها هذا العصب. مثلا عندي الفيستيبيولو كوكليا مسؤول عن السمع، اذا تاذى راح ينفقد السمع. زين نجي المن الى البوستيريور كرانيال فوسا. البوستيريور كرانيال فوسا مرات ينكسر اوكي، ومن راح ينكسر راح ممكن انه يؤذي البراين ستيم اوكي، والكسره مالته كلش قويه لانه كلش قليل عالم يبقون على شنو؟ قيد الحياه. اكثر العالم يموتون يعني يفقدون حياتهم اذا صار عند الكسر بالبوستيريور كرانيال فوسا. يب دي هنا انتهت هذه المحاضرة، اتمنى تكون سهلة وواضحة، وان شاء الله تكونوا فهمتوها بكل تفاصيلها. شكرا جزيلا.